الموقف مع تاسع دخول الصف. ما هذا؟ لا لا لا، هلا أكله ممنوع. لا، إنها غاضبة. ماذا سأفعل؟ لدي طعام أيضا، لا أريد أن أرمي حلوياتي. سأحاول أكلها كلها الآن. سأحشر كل الحلويات في فمي. انتهيت من الأولى، سأبلع الثانية. أوف، كيف سأكلها كلها بسرعة؟ طردته من الحصة. لحظة، ربما أهرب هذه الحلويات. سأخلع ربطة العنق وسأحضر مسدس الغراء الساخن. سأضع قطرات صغيرة على جزئها الخلفي. جيد، سألصق قطعا من هذا الشريط المطاطي. سأوزعها على كل الربطة من الأعلى للأسفل. سأدخل الحلويات الآن. إنها تتسع لكل الحلويات. سأعيد الربطة وأظن أنني جاهزة. هل تحاولين إدخال الحلويات مثل الطالب السابق؟ لا أعرف، تبدين مثيرة للريبة. ستكشف العدسة المكبرة الحقيقة. مهلاً، نحن نرتدي نفس ربطة العنق. ذوقنا رفيع، استمتعي بالحصة. نجحت، هل يراني أي أحد؟ كلا، هذا يعني أنه وقت ألواح الحلوى. أي حلوى سآكل؟ أجل هذا، سأخرجها بكل سهولة. سأحتفظ بالبقية لوقت لاحق. حان وقت الاستمتاع بتناول الشوكولاتة. أظن أن طعم الشوكولاتة المخبأة أحلى. كيف سأعيش بدون مكياج، خاصة ملمع الشفاء؟ لا يمكنني الاكتفاء منه، لكن ملمعات شفاهي ليست سواسية. هل فقدت ماديسون عقلها؟ ماذا؟ لا يخرج أي شيء من ملمعي، طعمه مثل السم. أي نوع من المكياج هذا؟ إنه شراب مركز. أجل، إنه مكياج صالح للأكل. أتمنى السعادة في عيد ميلادي. أحضرتما لي شهادة هدية؟ شهادة لأي شيء أود الحصول عليه من القمامة؟ شكراً، أنتما على أفضل. هذا المكان منجم ذهب. توقف. كلا، لدي بطاقة هدية. حسناً، بإمكانك المرور. أتساءل ما الذي ينبغي علي أخذه؟ يبدو هذا الحاسوب رائعاً للغاية. حصلت على كنز. لنجرب، هيا بنا. من الأفضل أن أسجل دخولي. هل أجرى؟ العالم الآخر أروع كثيراً. رائع، هذه المدينة مذهلة، وكذلك هذه الملابس. أجل، هذا الفستان سيصبح ملكي. رائع، إنه رخيص جدا. سأحتاج إلى سيارة تليق به. لا يمكن أن تكون مكلفة كثيرا، أليس كذلك؟ ما نفع الحياة من دون يخت كبير؟ رائع، هدية، نقود أكثر، فلتنظر نقوداً. رائع. ما حل هذا السؤال؟ بطني يقرقر من الجوع، لابد أن لدي شيئا يمكنني أكله لإسكات جوعي. كلها مجرد أغلفة. من شهية مفتوحة دائما. أنا مضطرة للانتظار، أو يمكنني لجوء لمخبأي السري. لقد أنقذت حياتي، أهلا بالشطيرة. هل أكلتها أيضا؟ وضعي مزري، لن تسكت جوعي. أشعر بجوع شديد. لحظة، ألا يزال طعمها رائعا؟ ربما. ما الذي تفعله روزي؟ ما الذي أفكر به؟ أفقدني الجوع صوابي. لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة. تعال إلي، لا تقتلني أرجوك. حانت اللحظة. روزي، روزي، لا، هذا الجوع لا يستدعي تناول علكة مستعملة. ماذا فعلتِ؟ أحتاج لهذه العلكة.
لماذا فعلت ذلك؟ لماذا لم تسأليني؟ سيسكت مرطب شفاه هذا جوعك. قد يبدو كمرطب شفاه عادي، لكن طعمه لذيذ. العلكة المستعملة خير أكثر أمانا. ثقي بي، اتفقنا؟ رائحته رائعة. سأتناول لقمة صغيرة. طعمه لذيذ. أي نوع من المكياج هذا؟ ستحتاجين لقطعة جبنة وعلبة مرطب شفاه فارغة. اغرسيها في الجبنة، وعندما تخرج ستكون معباة بالجبنة. لا تنسي إعادة الغطاء. هذه فكرة عبقرية، طعمها شهي. من الرائع أني أحضرت أخرى. يا لك من صديقة رائعة يا ماديسون. ضربة فرشاة أخرى هنا. إنني أرسم جمالك الداخلي يا بريشس موديل. مرحبا عزيزي، عانق والدتك. أخيرا اكتملت تحفتي الفنية عزيزي. هذا أفضل أعمالك حتى الآن. يجب أن تكون في معرض فني، ما رأيك يا بريشس؟ كلا، هل تفضل الألوان المائية؟ آسفة يا عزيزي. يا لك من ناقد قاس. أوبس، الآن انظر إلى ما فعلته، بذلت قصارى جهدي. هذا محزن للغاية. انزل يا بريشس. لا تقلق يا عزيزي، يمكنك دائما شراء الفن. أنت محقة، أعني أني ثري. يا للروعة، انظري إلى ذلك بريشس، أنت عبقري. هذا مذهل، انظري إلى ذلك، إنها موهبة فطرية. التناغم بين الأبيض والأسود، هذا ممتاز. أوه، هذا مدهش حقا. هذا مدهش حقا. هذا مؤثر حقا. هل الطريق آمن؟ لنفعل ذلك. انتبه، علمت أنه كان علي الحصول على شريك آخر. ادخل فحسب. هذا المكان جميل. هيا. أوه، كان من الممكن أن يؤذيني ذلك. لحسن الحظ أني سقطت على رأسي. هذا هو المطلوب، ستغير هذه العملية حياتنا للأفضل. خذ كل ما يمكنك أخذه. ماذا تفعل؟ إنه طري للغاية. نحن نسرق الأشياء القيمة. آسف أيها الزعيم، هناك مزيد من الذهب هنا. أسرع، خذ كل ما يمكنك أخذه. حقا؟ المعرفة قيمة أيضا. هل ترى ذلك؟ ما هذا؟ لا أعرف، لكني خائف. أمسك بي. لنخرج من هنا. تحرك. ماذا يحدث هناك؟ هل أنت بخير يا بريشس؟ يا للهول، يلا من فوضى. ماذا حدث؟ بريشس هانت، كلبي الصغير الجميل، هل أنت بخير؟ كنت قلقة للغاية. لماذا النافذة مفتوحة؟ هادئا. يا إلي انظري. طيب يا ماديسون، أنا أيضا لدي صمغ. كلا، انظري إلى ما بداخل الصمغ. أوه، صمغك يا أحمر، صمغي شفاف اللون. كلا آلي، انظري، إنه ليس صمغا، يمكنني سحب الكثير منه. إنه مطاطي مسلا. رائع، أتمنى لو كان لدي سلايم لأسلي نفسي به. أوه، يمكنك مده كثيرا. حان وقت تناول وجبة خفيفة. ياه، هل تأكلين السلايم؟ لذيذ. ماديسون، توقفي عن أكله، ستصابين بوعكة صحية. لا تقلقي يا آلي، هذا ليس سلايماً. انظري، أحضرت عودة صمغ وأزلت كل الصمغ. ممتاز، لا يوجد أي صمغ. حان الآن وقت الحلوى الهلامية.
سأذيبها بمجفف الشعر. أوه، إنها لزجة، هذا ممتع. والآن الخليط جاهز للمرحلة التالية. أحتاج عود الصمغ والحلوى المذابة. حان وقت سكبها في العلبة. سأملأ العلبة بالكامل وانتهيت. سأحضر الغطاء الآن. تبدو الحلوى مثل صمغ عادي. انظري يا ماديسون، لقد صنعت واحدا بنفسي. انظري إلى هذه الحشوة المطاطية الهلامية. شاهديني وأنا أعصرها بين أصابعي. حان وقت أكلها. اسمعي، لنسحقهما معا. أظن أنها ستتمدد إلى الأبد. لنتناول لقمة. أوه، ما الذي يحدث هناك؟ لا شيء، إنه مجرد صمغ. صمغ؟ هذا غير منطقي. المعذرة؟ واو، هذا المظهر يناسب المحترفين. ما الغرض من هذه المغرفة؟ انظري، يجب علينا تدوير العجلة. وقع الاختيار على الأحمر. هل يجب أن نغمض أعيننا؟ هذا مستحيل تماماً. لا ضرر من المحاولة. 1، 2، 3، انطلاق. لا مفر من الأمر. أظن أنه يبدو بهذا الشكل. رسمتي جيدة؟ يراودني إحساس جيد حياله. سأبدأ بالوجه أولاً، ثم سأرسم حوله. آمل أني اخترت اللون الأزرق. أوه، إنها تحاول جاهدة. لن يضرها ما لا تراه. لن أستطيع رسم هذا وعيناي مغلقتان. يبدو أفضل الآن. أظن أنني أبلي بلعاً حسناً هنا. كيف تبدو رسمة آني؟ هل تستخدم عينيها؟ أنت تخالفين القواعد. لحظة، وأنت أيضاً. معك حق. حسناً، لننفذ التحدي بالطريقة الصحيحة. هيا. لا أعرف ما أفعله، لكن يمكنني رؤيته في رأسي، وأظن أنه يبدو جيداً. مستعدة؟ هاو، حان وقت قلب البانكيك. رائع، انظري. واو، لا يهم، يبدو هذا البانكيك مثل ما أنت تعرفين. هل يجب علينا أكله؟ لن يكون طعمه بذلك السوء. رائحته زكية، والطعم ليس جيدا. هل أنت بخير؟ مقزز، ماذا عن طبقك؟ سأعرف الآن. يا إلهي، طعمه جيد. أتريدين تذوقه؟ حسناً، شكراً، سأتذوقه الآن. إنه لذيذ. لا تحكم على الكتاب من غلافه. أوه، كما أعشقك يا حلوياتي. هولا، إنها تفتش الطلاب. أظن أنها تستخدم عصا سحرية تكشف الأكل. لا، حلواي الجلي. ماذا سأفعل الآن؟ لا يمكنني التخلي عن حلوياتي. يجب أن أخفيها في مكان لن تصل إليه. ربما سيتسع لها حذائي. سأضعها كلها تحت بلوزتي. كل هذه الخطط فاشلة. هذه الكتب ثقيلة. لا، الكرة الأرضية. هل انكسرت؟ ماذا سأفعل؟ ابقي هنا أيتها الكرة الأرضية. سأعود حالا. مهلا، يكمن الحل في هذه الكرة الأرضية. حسناً، ستأتين معي. مرحباً يا معلمة، أنا مستعدة للحصة. يجب أن أفتشك أولاً. أمل ألا تكشفني. يبدو أنك لا تحملين أي أكل. يمكنك الدخول. إحضار هذه الكرة الأرضية فكرة جيدة. هل استدارت المعلمة؟ سأفتح الكرة الأرضية وأخذ حبة. سأغلقها بكل سهولة. أجل، أنا أعشق هذه الحلوى. واو، تقي ماديسون هناك. تبدو جميلة. أظن أنه يجب علي تقديم هذا الدب لها. ستعرف حينها أني معجب بها. حانت اللحظة.
أوه، إنه قادم ناحية مع هذا الدب الظريف. لحظة، هذا الشاب حقا هذا مستواك؟ أوه، لم أفكر في ذلك مسبقا. انظري إلي، مستحيل. ماذا؟ لماذا؟ انظري إلى ملابسه، تستحقين شابا أفضل. طيب، النقطة الثانية، إنه معدم. كيف ستفعلين أي شيء إن لم يكن لديه مال؟ أظن أنك محق. النقطة الثالثة، إنه فاشل. أجل، هذه نقاط إيجابية. رائع، كان هذا القرار الصائب. ماديسون، توقفي، اسمعيني، إنه يملك صفات حسنة، لا تتجاهليها. أحضر دبا لك، هذا يعني أنه يعرف أنك تحبين الدببة المحشوة. ولا تنسي بشأن ذلك، أنتما صديقان، ستصبحان زوجا مثاليا. أوه، هذا صحيح. كما أنه يعشقك بجنون، إنه يحبك وسيعاملك كأميرة. أنا أميرة؟ يا إلهي، يا ربي، أنت محقة. مرحبا ماديسون، أحضرت هذه الدمية المحشوة لك. أوه، شكرا جزيلا، لقد أعجبتني. في الواقع، انتظر لحظة، هذا أفضل، لنذهب للصف. إنه حب حقيقي. آه منك يا ملاك، سأنتصر المرة القادمة. يا للهول، أنا أتضور جوعاً. يا إلهي، إنها فرصتنا، إنها أكثر فتاة مشهورة في المدرسة. إن أعجبها ما نقدمه لها، فقد نصبح مشهورين أيضاً. مرحباً، هل تريدين لوحة شوكولاتة؟ شوكولاتة؟ أنا أتبع حمية. ماذا عن طعام صحي؟ معي عصير وتفاحة. لا أكل الفواكه. هل تريدين هذه الوجبة السريعة؟ ماذا؟ أنا أتبع حمية قاسية. حسناً، إنها فرصتي، أنا آخر واحدة، لا تخذلاني أرجوكما. هيا اختاري أكلي. أجل، سأتناول هذه الكوكيز. مستحيل، لقد اختارت الكوكيز والحليب. شكرا، طعمها لذيذ. مرحا، لقد أعجب طعامي. أشعر بالشبع الآن، لا أصدق أنها اختارتني اليوم. أظن أنني الأفضل بلا منازع، هذا أفضل يوم في حياتي. سأحتفظ بهذه الكوكيز إلى الأبد، لم أشعر بمثل هذه السعادة قط. آه لذيذ. أفتقد المراسلة بهاتفي، لكنها ستفي بالغرض. رحلة سعيدة. الرسالة تدور. كم هذا مقزز، أمسكتها. ماذا هنا؟ برجر، يدان تتوسلان، علامة تعجب. فهمت الرسالة، لا يمكنني حملها بيدي. التنبيه المدروس مهم، من الجيد أن شعري طويل. انتهيت، تبدو التسريحة جميلة، أنا جاهزة. أين هي؟ أخيرا، أنا هنا. كل الأكل هنا، مفهوم؟ عادة ما تتذمرين من الشعر في أكلك. إنها طيبة، هل أوشكت على الانتهاء؟ أهلاً يا صابع الشوكولاتة، يبدو أنك أخذت كل البسكويت. ما لذ هذه الشوكولاتة، كانت الحلقة مضحكة. ماذا؟ إلى أين يذهب؟ يا إلهي، نعم، ما الذي يحدث؟ أوه انظري، حفلة بوبات، لنذهب. واو، لعبتك جميلة، أحضرت لعبتي أيضا، هيا بنا. أوه، هناك
الأكل والشرب؟ لكن ماذا سنفعل بحلوياتنا؟ أريد حضور هذه الحفلة. يمكننا حضور الحفلة وإدخال حلوياتنا. انظري، سأخذ حافظة هاتفك التي بشكل بوبيت وسأضع صورة كاميرا هاتفي هنا، ثم سأملأها بالسكيتلز حبة واحدة في كل فتحة. سأضع أكبر قدر ممكن من الحلويات. حان وقت الشوكولاتة، قمت بتذويبها حتى يسهل سكبها. سأضع فوقها حبات السكيتلز. عظيم، تبدو مثالية. تصلبت الشوكولاتة، يبدو مثل هاتف عادي. رائع، كم أنت ذكية. حسناً، لنذهب. يمكنك الدخول. أوف، ألم تري اللافتات؟ ممنوع الأكل والشرب. غادري المكان حالاً. أحضرت لعبتي. ادخلي. لم يسبق لي رؤية حافظة هاتف على شكل بوبات. إنها رائعة، استمتعي بالحفلة. يبدو أنه لا يوجد أحد حولي. سأخرج لعبتي الكبيرة. واو، هناك الكثير من الألعاب هنا. سنساعدكم مع هذه اللعبة الكبيرة. هذه أفضل حفلة في العالم. نحن نربح مسابقة التكديس. هيا هيا هيا، يمكنك فعلها. تريدين المبادلة؟ حسناً. هل تفكرين بما أفكر فيه؟ حان وقت الأكل. ها هي، إنها جاهزة. يمكن إزالة الحافظة بكل سهولة. لوح شوكولاتة منزلي الصنع. طعمه لذيذ، تذوقي. يا رفاق، هربنا بعض الشوكولاتة. تناولوها معنا. واو، مقاطع التيك توك مشوقة على عكس هذا البروكلي الممل. سقط البروكلي. كيف وصل إلى هناك؟ هناك بعض الأوساخ. هل رأيت حلوى مصاص؟ أضعتها قبل حوالي سنة. ماديسون، لقد عثرت علي. لا، الحمية. كان ذلك وشيكا. الخضار مفيدة وصحية. ماديسون، طعمي أحلى بكثير. هل أخدع نفسي؟ أفضل نكهة الفراولة وهي في حالة ممتازة. تعلمين أنك تريدين أكلي. يمكنك بدء حميتك غدا. ربما أتذوقها فحسب. أجل، الخيار الأفضل بالتأكيد. يمكنني تناول سلطة لاحقا. أظهري حبك لي. لحظة، يجب أن أسيطر على نفسي. لكنني ظننت أنك تحبينني. الأوقات العصيبة تتطلب إجراءات يائسة. استسلمي لفخ السكريات. سكريات، لن تعيشي بدوني يا ماديسون. أحتاج السكريات. هذا صحيح، أبقي عينيك علي. لعقة واحدة فقط. حسناً، سأتذوقها الآن. أهلاً وسهلاً، اقتربي أكثر. كم اشتقت إليك. لن أتناول البروكلي بعد الآن. أنا سعيدة جداً. مرحبا يا بريشس، من الكلب المطيع؟ أنت بالطبع، لدي هدية مميزة لك. لا شيء سوى الأفضل لك. استمتع. أعتقد أنك كنت جائعا للغاية. أعني، كيف وصلت إلى هناك؟ لقد أخفت والدك. يمكنك تناول المزيد. أتريد المزيد؟ ها أنت ذا. عجبا، بريشس، عليك مضغ طعامك. عزيزي، أنا مستعدة. ما الذي خطوت فوقه؟ لا أذكر أن هذه كانت هنا. لماذا أشم رائحة براز؟ هذا مقزز. هناك المزيد، إنها تقود إلى هذا الاتجاه. أعتقد أن علي اتباعها. هذه الرائحة كريهة للغاية. إنها تزداد وضوحاً. علي أن أتخلص من ذلك.
علي أن أدرب بريشس على دخول المرحاض. مهلاً آني، إنه يبدو جيداً. ستغار الفتيات في المنتجع. ها أنت يا بريشس، تناول طعامك. تحتاج والدتك إلى مزيد من الخواتم الذهبية. هذا مدهش حقاً. علينا فعل شيء حيال الرائحة رغم ذلك. لا أحتاج إلى ذلك. لن يفي ذلك بالغرض. كلا، استمري في إلقائها. أجل، أن يكون المرء غنياً له أمر يصيب بالعطش. هذا مثير للاهتمام. أتساءل إن كان بإمكاني استخدام ذلك. عود المثلجات هذا قد يكون مفيداً. لدي فكرة. املأ هذا القالب بالماء ثم أضف ألوان الطعام. قلبها لمزج اللون والماء. املأ كل جزء من القالب بالماء وألوان الطعام، ثم ضع عود مثلجات في كل قسم، ثم ضعه في المجمد. عليك الانتظار حتى تجمد فحسب. تبدو تلك رائعة. لا يسعني الانتظار لتجربتها، لكنها ليست للأكل. سأستخدمها للرسم على الورق. سأبدأ برسم دائرة، والآن سأرسم بعض الخطوط حولها، ومكافأة صغيرة لنفسي. إنها لذيذة جدا. ماذا تفعلين؟ ألم تتناولي المثلجات من قبل؟ جربيها. لم لا؟ لطالما كان لدي حس فني. سحابة جميلة ومنفوشة. ربما ألعقها سريعا. إنها جيدة. مهلا، لنشرب الصودا بعدها. رائع، شكرا. رائحتها شهية. أعرف. ابدأ بإحضار إناء زجاجي فارغ. اسكب مسحوق الجيلاتين والصودا فيه. تحتاج إلى كمية قليلة من الجيلاتين، ثم امزجهما معا. قلب حتى يذوب الجيلاتين، وبعدها املأ سرنجة بالخليط. ثم ستحتاج إلى لعبة فقاعات نظيفة. ستملأ لعبة الفقاعات بخليط الصودا. املأ كل فقاعة واحرص على عدم سكب الخليط. دع الخليط ليجمد. حين تفعل ذلك ستصبح لديك حلوى لذيذة. ما رأيك؟ يا للروعة، تبدو رائعة. تفضلي. لا يسعني الانتظار لأكلها. إنها لذيذة جدا. ماذا حدث بعد ذلك؟ مرحبا، كيف الحال؟ سوني المكالمة. يجب أن أفتشك أولاً. هل تخفين أي شيء هنا؟ أوه، هذا مؤسف. كنت متحمسة لأكلها. هيا هيا، سلميها. حسناً. هذا كل ما لدي. هيا اذهبي. سأعود الاتصال بصديقتي. بنت هنا، خذي سماعتي. مرحبا. ماذا؟ لا أتوقع أي زيارة. ماذا سأفعل بها؟ افتحيها. هيا. استخدمت غطاء بلاستيكيا كهذا وصبغته بالبخاخ، ثم وضعته على السماعة. حجمه مناسب لقطعة الدونات. أليست حيلة رائعة؟ وتبدو مثل سماعة عادية. أوه، فهمت. أحضرت نوعي المفضل. اشتهيها من أول يوم. هل أنت مستعد؟ حان وقت البطيخ. أوه، تبدو شهية وطازجة. 3، 2، 1، انطلاق. سأربح سباق الأكل هذا بكل تأكيد. مستحيل، إنها تأكل بسرعة كبيرة. انتهيت، أنا الرابح. هو ما الذي أصابني؟ هو يجب أن أنهي البطيخة حتى ألحقه. هو واو، ما أروع هذا المكان. لنفعل هذا. أجل، ماذا؟ لماذا تفعل هذا بي؟ أظنني سأنتظر حتى يعود. ما زال بطيئا للغاية.
ما الوقت الآن؟ 2% رائع. إنذار خاطئ. بقيت بضع دقائق من الفسحة، لما يعني أنه يمكنني الأكل. رائعة. أحضرت حلويات أيضا. أنا متحمسة لأكلها. انتهت الفسحة. مرحبا. ضعوا الأكل في حقائبكم. عظيم. لا خيار أمامنا. هل حللتم الواجب؟ تبدو مشغولة. سأتناول لقمة صغيرة فقط. المعذرة، الأكل ممنوع في الحصة. كنت أتأملها فحسب. أين كنت؟ كيف تفعل روزي ذلك؟ إنها عبقرية. حيلة الكومي الكلاسيكية. كان طعمها رائعاً. لا يمكنني فعل ذلك بالكاب كيك. أين يمكنني إخفاؤه؟ هل يمكنني استخدام فرشاة الشعر؟ سأحاول. ماذا؟ سأريك سراً. هل تفكرين بما أفكر به؟ إنها فكرة رائعة. أذي للشعيرات من الفرشاة ثم ضعي الكب كيك مكانها. أتذكرين هذه الحلوى؟ انكسرت الأعواد ووضعتها في الكيك فستبدو مثل شعيرة فرشاة. لن تشك بأي شيء. يسيل اللعاب من فمي. ماذا؟ ماديسون! أماسد شعري فحسب. أترين؟ أحتاج لنظارة جديدة. أنا متأكدة من أني رأيت كاب كيك. بالعافية. لا حاجة لانتظار الفسحة عندما أستطيع الأكل في الصف. أحسنت يا فتاة. نانو الذئب حادة لكن قلبه طيب، لذا عندما ربتت الأميرة على فروة جلس عند قدميها وظل ملازما لها منذ ذلك اليوم. لقد نامت، سأغطيها باللحاف. سأغادر الغرفة بهدوء. لا، كان ذلك الصوت عاليا. لا تستيقظي أرجوك. لا تزال نائمة. تباً كسرت دميتها. ستغضب كثيراً عندما تعرف ذلك. تباً ماذا سأفعل؟ لدي حل. تعال يا دمية، سنصلحك الآن. لا تخذلني أيها القلم ثلاثي الأبعاد. أنا بحاجة ماسة إليك. سأحاول جعله يبدو مثل حراشب السمكة ليبدو ذيل حورية البحر حقيقياً. حان وقت الزعانف في الأسفل. سأبدأ باللون الأصفر وسأستخدم عدة ألوان لتجميل الذيل. هكذا ظلت اللمسات النهائية. القليل من الأصفر في الأعلى وانتهيت. النتيجة رائعة. ستسعد عندما ترى هذه الدمية. أنا فخورة بنفسي. سأضع الدمية هنا لترىها عندما تستيقظ. تصبحين على خير. سأغادر الغرفة الآن. الذئب يريد آيس كريم الكرز. ما أجمل هذه الهدية. عيد ميلاد سعيد يا جينيفر. لدي هدية مميزة لك. ها هي. أنا أعشق الدمى المحشوة. شكراً. أي شيء لصديقتي العزيزة. التقطي صورة لي معه. ستكون الصورة ظريفة. لا يعجبني ما أرى. ماذا؟ أعطيني الدبدوب. ها؟
حسناً، ثقي بي. هل ستصوريني لوحدي؟ ليس بالضبط. هل هو مستعد الآن؟ هيا بنا. سأخذ عدة وضعيات للصور. أتريدين رؤيتها؟ أليست رائعة؟ إنه بحجمك الآن، أترين؟ هذا لا يصدق، إنه ضخم. سررت بقدومك. سأعود حالاً. لا أصدق أنها تعيش هنا. المكان جميل. ها؟ هل من أحد هنا؟ مرحباً. لا أحد على الأرجح. حسناً، هذا غريب. إنه خيالك فحسب. ليست هناك أشباح أو وحوش. شيئاً، لقد لمسني للتو. لقد بدأت ثورة الروبوتات. أو لا، لن تفعل. عد إلى هنا. ما كان هذا؟ ماذا يحدث؟ أتظن أنك ستهرب مني؟ هاي ميكي، لما تصارعين مكنستي؟ مكنستك؟ أجل، أريد التنظيف الآن. انظري ماذا لدي؟ أترغبين بتجربتها؟ إنها الأفضل. أحب الدمية الزرقاء. سأختارك. تعال هنا، ثم سأغلق الغطاء. هذا الجزء ممتع. سأضغطها. يا له من شعور رائع. يجب أن تدخل السحابة ثم أعصرها. سأنتظر الآن بينما أضع مكياجي. أظن هذا كافا. أشعر بحماس كبير. جميل، دمية لطيفة وجذابة أيضا. لا أمل اللعب بها. نعم نعم، هل يمكنك التقاط بعض الصور لي؟ ابتسمي. هيا، إنها لي. أوبس، أنا ناس. من أين أتى هذا؟ خطرت لي فكرة. سنأخذ قطعة من الورق ونقصها بهذا الشكل، ثم أستخدم مكواة الشعر على مربع صغير من الفوم. وضع قطعة فوم على نموذج دائري وأدفعها بالكرة الزجاجية لصنع أخدود في الفوم. هذا ممتاز. كرر العملية حتى تتمكن من ملء الفراغات في قطعة الكرتون. والآن ضع الغراء الصالح للأكل على الكرتون. ضعه حول الحافة ليحيط بالفوم، ثم ضع الفوم فوق الكرتون واضغط جيدا. اقلب قطعة الكرتون وادفع بداخلها القطعة الأخرى من الفوم، ثم ادفع بحذر فوق قاعات الفوم عبر الثقوب. استخدم شريطا رفيعا من الفوم لصنع حاجز ولفه حول قطعة الكرتون، ثم ضع المزيد من الشرائح الأفقية على الفوم. قص الفوم الأخضر لصنع أوراق الأناناس، وأصبح لدينا لعبة بوبيت بشكل ثمرة أناناس. خذي جربيها. ليس بهذه السرعة. ليس هذا المشتبه به؟ هذا يشبه أكثر. أمسكنا باللص، أعني ثمرة الأناناس. يا إلهي، أعمل أن شكلي مرتب. تبدين رائعة يا ماديسون. جمالها ساحر. ثانية واحدة. هذا النفس يصرع جملا. المعذرة. هيا، أين العلكة؟ أعمل أن تساعدني. كل شيء جيد هنا. من أين تأتي هذه الرائحة العافنة؟ هيا، هذه البكتيريا تفسد كل شيء. سأتولى أمرها. لم أرك أيتها العلكة. لا يمكنك هزيمتي. سيكون هذا سهلا. حقا؟ ها؟ لا، كيف تجرأت؟ أهذا كل ما لديك؟ لا يمكنك التصدي لقوتي. تصويب. لم تصيبني. هذا لحماء فقط. خذ هذا. يا إلهي، إنها سريعة. لكنها ليست سريعة بما يكفي. حسناً، لن أتساهل معك بعد الآن. لحظة، إنها ضخمة. لا أحد يعبث معي. هل الأمور طيبة ومنتعشة؟ الأمن مستتب هنا.
هل عملت العلكة؟ أجل، حسناً، ماذا كنا نقول؟ أنجزت مهمتي. أهلاً بك. لا، آمل أن شكلي مقبول. سأفعلها. هو أجل، حانت اللحظة. أرى، رائع، انظروا لهذا. لدي واحد أيضاً، ولكنه ملون بألوان قوس قزح بالطبع. أظن نصيبي قابل للأكل. توم، مستحيل، هذا رائع. أكان يحاول إعطائي قلبه؟ كلا، لا أظن ذلك. سأكل قلبي الآن بدلاً من القلق بخصوص قلبه. يبدو لذيذاً. انتظروا، ما هذا؟ أهو من المطاط فحسب؟ لا يمكنني حتى تمديده. أظن أنه ليس طعاماً. حسناً، هذا مخيب للأمل، ولكن على الأقل ما زال بإمكاني اللعب به. لا أشعر مثل ما أشعر عادةً. تبدو حزينة للغاية، علي فعل شيء بخصوص هذا. انظري إلى هنا، أتودين بعضاً من قلبي؟ رائع، أود ذلك، شكراً جزيلاً لك. يا للهول، لقد كسر بسهولة. رائع، انظروا إليها الآن، تبدو سعيدة للغاية. أنا سعيد لأنني تقاسمت هذا معها وحصلت على القطعة الأكبر. إنه لذيذ للغاية، نحتاج إلى قدمة أخرى. يا للهول، تحتاجين إلى مرآة لتفقد مظهرك الجديد. أي مظهر جديد؟ ماذا تعني؟ يا إلهي، والآن أنت بالأبيض والأسود، مثلي تماماً. أتظن ذلك حقاً؟ أظن أننا بالفعل زوج عنيق. هذه الألعاب غريبة. أوه، هذا الشيء يتمدد. هابي، ماذا تفعل؟ لحظة، هل هذه صودا؟ إنها ممنوعة، أعطني إياها. هوف، هذا ظلم يا أبي. لا تحزني، خذي هذا الكوب، يمكنك شرب الماء بدل الصودا. الماء ليس حلوا مثل الصودا، لا أستطيع الوصول لمضخة الماء حتى. هذا ظلم، لا يمكنني فعلها. أنا عطشانة وأنت أخذت الصودا. أو لا، لا تستطيعين الوصول للماء. لا تبكي، خذي، حجمها مناسب لك. توقفي عن البكاء وجربيها. لحظة، هل هذه لي؟ مرحة، أحب الأشياء الصغيرة. سأحتاج إلى كوب صغير. الماء ينسكب في كوبي. مرحة، حصلت على شراب في كوبي الصغير. أترين؟ والدك معك دائماً، شرب الماء مفيد لك. أنا لا أفهم المغزى من هذه الألعاب. لقد غادر، والصودا لا تزال هنا. سأسكب الصودا في هذه الجرة الصغيرة، تبدو مثل الماء. إنها جاهزة، حان وقت ملء كوبي الصغير. الصودا أفضل من الماء. عزيزتي، اشرحي هذه الألعاب لي، عجزت عن فهمها. أوه، حفلة، ماذا سعر تدي؟ يبدو هذا جميلاً. ها؟ أوه لا، يبدو هذا فظيعاً. تبدو كالغول. يجب أن أفعل شيئاً. هيا. مرحبا، أنا بحاجة إلى مساعدتك. سأخذ معداتي. هل نبدأ؟ ضعي هذا. ليست فاخرة، لكن لا بأس. قد تشعرين ببعض الوقت. انتهيت تقريبا. جاهز. واو، لم أشعر بأي ألم. تفضلي، لقد ربحت هذا. أكيد، شكرا لك. هذا أقوى مما ظننت. يجب أن أذهب. ما مشكلتها؟ شعري، أنا صلعاء. لا أطيق الانتظار حتى أذهب إلى الحفلة. لكن لا يمكنني الذهاب هكذا، هذا أشبه بالغابة. يجب أن أحلق ساقي. لابد أن هناك شيء هنا يمكنني استخدامه. أو شفرتي العزيزة. أعتقد أنها كانت أفضل. ماذا هناك أيضا؟ أو شفرة جديدة، لا
لكنها بحاجة إلى مقبض. قد تكون هذه مفيدة. أعتقد أن هذا سينجح. سأدفع الشوكة داخل الشفرة وسأحلق ساقي بسرعة. هيا بنا. بحذر. أوه، كان ذلك رشيكاً. انتهيت من أحد الذراعين. أوه، وأخيراً لم تجري الأمور كما ظننت. الكثير من الضمادات. يبدو أنني سأبقى في المنزل كالعادة. يا للهول، هذا المشهد مخيف. الأشباح مرعبة. أنا سعيدة لأنها غير حقيقية. المهم سأكتفي بهذا القدر من الرعب اليوم. هولا، ما هذا؟ أوه، شبح، سأهرب. رائع، نجحت خطتي الممتازة. أحسنت أيتها المروحية. هو فشار، سأتناول حبة. ها هي المفاتيح، وهذا هو المفتاح الذي أبحث عنه. لقد حصلت على مفتاحك. ماذا؟ أعطيني إياه. ليس بالمجان، سيكلفك. لا مشكلة، خذي كيس ديدان الجلي. سيكلفك شيئا أغلى. أوه جيد، لكني أريد المزيد. أوه كوكيز، ماذا لديك أيضا؟ هذه آخر وجبة خفيفة لدي. أحسني معاملتها. رمية جيدة، حسنا هذا يكفي. خذي مفتاح زنزانتك. لا أظن ذلك، سأستعيد المفتاح. لست فاعلة، بل هي لقد سرقت المفتاح. من؟ عمن تتحدثين؟ أحتاج إلى دعم. كم أعشق التسالي، لا يمكنني الاكتفاء منها. يا ويلي، أحدهم قادم. يجب أن أخبئ كل حلوياتي حتى لا تصادر. هذا المخبأ مكشوف، يجب أن أعثر على مخبأ أفضل. أجل، إنها فكرة ذكية. سيكون بخير. عظيم، سأمدد السترة هكذا. حان وقت حشوها. هيا يا حلوياتي العزيزة، هذه الطريقة الوحيدة لإنقاذك. تتسع هذه السترة للكثير من التسالي. سأعدل وضعيتها الآن لتبدو كشخص نائم. ابقى صامتا هناك، سأعود لسريري. طيب يا كيت، يبدو أنه، ما هذا الصوت؟ أظن أني أتوهم. ذراعي أفضل بكثير اليوم. تمام، سأقيس حرارتك. تبدو طبيعية، سأتحقق من المريض الآخر الآن. كلا، توقف. إنه نائم ولا يريد أن يزعجه أي أحد. لا توقظه، لم ينم إلا بعد عناء طويل. أوه تمام، شكرا لإخباري، سأطمئن عليه لاحقا. أوه كان ذلك وشيكا، لكن نجحت حيلتي. حان وقت العودة لحلوياتي. سأتناول هذه المصاصة. ماذا عني؟ يا إلهي، نسيتك تماما. تفضل. من حسن الحظ أن معي مخزونا كبيرا. المستشفى ليست سيئة للغاية. ما حل هذا السؤال؟ بطني يقرقر من الجوع. لابد أن لدي شيئا يمكنني أكله لإسكات جوعي. كلها مجرد أغلفة. من شهيتي المفتوحة دائما. أنا مضطرة للانتظار. أو يمكنني اللجوء لمخبأ سري. لقد أنقذت حياتي. أهلا بالشطيرة. هل أكلتها أيضا؟ وضعي مزري، لن تسكت جوعي. أشعر بجوع شديد. لحظة، ألا يزال طعمها رائعا؟ ربما. ما الذي تفعله روزي؟ ما الذي أفكر به؟ أفقدني الجوع صوابي. لا
لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة. تعال إلي، لا تقتلني أرجوك. حانت اللحظة. روزي لا، هذا الجوع لا يستدعي تناول علكة مستعملة. ماذا فعلت؟ أحتاج لهذه العلكة. لماذا فعلت ذلك؟ لماذا لم تسأليني؟ سيسكت مرطب شفاه هذا جوعك. قد يبدو كمرطب شفاه عادي، لكن طعمه لذيذ. العلكة المستعملة خير أكثر أمانا. ثقي بي، اتفقنا؟ رائحته رائعة. سأتناول لقمة صغيرة. طعمه لذيذ. أي نوع من المكياج هذا؟ ستحتاجين لقطعة جبنة وعلبة مرطب شفاه فارغة. اغرسيها في الجبنة، وعندما تخرج ستكون معباة بالجبنة. لا تنسي إعادة الغطاء. هذه فكرة عبقرية، طعمها شهي. من الرائع أني أحضرت أخرى. يا لك من صديقة رائعة يا ماديسون. ارتفعت أسعار أسهمي. صباح الخير، هل نمت جيداً؟ هزالة؟ هذا جيد، النوم والأكل مهمين. حضر لنا الشيف فطوراً فاخراً. شهي، بالعافية. ما المشكلة؟ محار، لن أكله. حسناً، ماذا تريدين؟ لا أريد المحار. لا أعرف. كرواسون؟ لماذا لم تقولي ذلك؟ طلباتك أوامر يا أميرتي الصغيرة. يا للروعة، ابتكرت تحفة فنية. صباح الخير، مرحبا، أريد أفضل كرواسون لابنتي. أو طبعا، الطبق قادم في ثوان. انظري، وصل الكرواسون. شكرا جزيلا، إنه لك يا عزيزتي. مرحا، إنه أفضل من المحار. شكرا يا أمي، لذيذ. يسعدني أنه حاز على رضاها. شوكولاتة. أوه، انظر، وجهها الصغير، يجب أن أصورها. قف بجانبها. ممتاز، هذا مضحك. المكونات. صباح الخير. صباح النور. اجلسي وسأحضر لك وعاء حبوب الإفطار. هذا فقط، إنه قليل. أنا آسفة، لم يتبقى شيء. سأذهب إلى المدرسة جائعة. انتظري، سأحضر لك شيئا آخر. انتظري. انتهيت، فطور لذيذ لبنتي العزيزة. بالعافية. واو أمي، تبدو شهية. أنا متحمسة لأكلها. إنها طيبة يا أمي. يسعدني أنها أعجبتك. ما قمت بهذه الحركة؟ مهلاً، احميني، أنا خائف. هل أنت وراء هذا؟ أوه، كان ذلك رائعاً. انظر، إنه فاخر. صندوقك عادي، أنا سعيدة لأنني لست مكانك. ها؟ صندوق آخر؟ حسناً، يزيد هذا من عنصر التشويق. يراودني إحساس جيد حياله. صندوق آخر، أنا أحب هذه اللعبة. رائع، هناك الكثير من أنابيب الفيدجت. ما الذي حصلت عليه؟ هذا غير مضحك، إنه رائع. أوه، يمكن تنيه بسهولة. سأوصل الطرفين معاً. سأحاول تمديده لأقصى حد. واو، هذا مبهر. ماذا عن هذا الأنبوب؟ لحظة، خطرت لي فكرة. ليس مجدداً؟ ماديسون، ما هذا؟ مرحبا ماديسون. خفت كثيرا. أنت تتصرف بطريقة صبيانية. حسنا، ماذا يوجد داخل هذا الصندوق؟ حقا، صفاطات. هذا غريب. لم يحالفك الحظ. لا يهم، لابد من شيء يمكنني فعله بها. وجدتها.
سأقص أطراف الشفاط للحصول على الجزء المرن، وأكرر نفس الشيء مع البقية، وحصلت على أنابيب فاجت مصغرة. ما أضرفها، يبدو مثل دودة. هذا رائع. واو، لعبتك مذهلة. أعطيني، انتظر لنجرب شيئاً. حصلنا على دودة كبيرة، وأنا لدي هذه الأيدي الصغيرة، وأنا كذلك. اسحب. ربحت، لنفعل ذلك مجدداً. هذه اللعبة ممتعة، يا لك من ذكية. هذا جيد، واصل اللعب. أنا أحب حلوى الجيلي، إنها طرية. تمزقت لعبتي. أمي. لا بأس، أحضر لعبة أخرى. ممتاز، الطبق جاهز للأكل. أوه، من يتصل بي؟ هلو، كيف حالك؟ هل شاهدت الحلقة الأخيرة؟ أجل، لم أصدق أنه اخترها أيضاً. أوه، يجب أن أسخن طعامي. سأضع طبقي في الميكروويف. صحيح، أنا متحمسة للجزء الثاني. أمي، أين حلواي الجالي؟ لا أريد تناول هذا الأكل. لا لا لا، سخنت الطبق الخطأ. حلواي. أوه لا، لقد ذابت تماما، تحولت إلى سائل. لقد أفسدت حلواي. لحظة، يمكنني إنقاذها. سأضع هذا الطبق على الطاولة، ثم سأغرس عودا في الحلوى المذابة. سأضيف المزيد من العواد. سأشكل الحلوى الآن وأتركها حتى تجف. النتيجة رائعة. يا ولدي، توقف عن البكاء وخذ الحلوى. أوه واو، حلوى مصاص. طعمها مثل طعم حلوى الجالي. شكرا يا أمي، أنا أحبك. أين تقرير المريضة الجديدة؟ يا إلهي، أنا أتضور جوعا. الأكل ممنوع؟ الطبيبة؟ لا أحمل أي شيء معي. استديري، سأنفذ أوامر الطبيبة. ليس لدي أي شيء، أترين؟ يداك. أو أكيد. كيف تفعل ذلك؟ كان ذلك وشيكا. ماذا عن راحة يديك يا نساء؟ راحة يدي؟ لا شيء، أترين؟ هل أحتاج نظارة جديدة؟ يبدو أني أتوهم. أدخلي. أو لا، إنها تنزلق. لا، هل هذه حلوى مصاص؟ غادري المكان حالا. يجب ألا أنسى حلواي. رفعت ضغطي، لم أكن مستعدة لذلك. بلوزتي، هل يمكنني إخفاء الحلوى فيها؟ ستعمل هذه الحيلة بالتأكيد. كل ما أحتاجه شريط لاصق مزدوج الوجه. سألصق حلوى المصاص علي. ألست خارقة الذكاء؟ تبدو رائعة على بلوزتي. حان وقت تجربتها. ليس بهذه السرعة. استديري، ارفعي الأكمام. لا شيء، انظري. هذا غريب. ادخلي إذن. نجحت خطتي. من حسن حظي أني ارتديت هذه البلوزة اليوم. أحب السيارات الفارهة. وعدني والدي بأن يشتري لي واحدة كهذا وكهذا، لكن في الوقت الراهن سأكتفي بهاتين. انظروا إليهما وهما تسيران. إلى الهول، احترسا.
انظروا إلى ذلك، يا الروعة، يونيكورن، أنت محظوظة جدا. أعرف، سأريها، لابد أن هناك طريقة يمكنني بها صنع يونيكورن. ماذا؟ كيف تستخدمون هذه الأشياء؟ هل ستحوليني إلى ضفدع؟ كلا، ربما لاحقا، لدي شيء لأفعله أولا. لا تكوني فضولية، ماذا يوجد بالداخل؟ أتشو! كانت تلك فكرة سيئة. هل هذا دقيق؟ أو بربك، تبدين مضحكة. لماذا أتحمل عبء ذلك؟ مهلا؟ لم أعلم أبدا أن لدي هذه البالونات، أعلم ما علي فعله. هذه فكرة رائعة. أولا ستحتاج إلى بالون، خذ قمعا واقلبه. مدد البالون على طرف القمع، ثم اقلب القمع ليصبح مواجها للأعلى، وبعدها ستحتاج إلى بعض الدقيق. اسكب الدقيق في البالون باستخدام القمع، ينبغي أن يكون ذلك كافيا. ربط على القمع كي يسقط الدقيق كله داخل البالون. أزل القمع وعقد البالون. احرص على أن تكون العقدة محكمة. استخدم مقصا لقص الجزء الزائد من البالون. افعل ذلك مع ألوان بالونات مختلفة. ثم ستحتاج إلى إناء به ماء وصابون. ضع البالونات في الإناء، حركها في الأنحاء غامرا إياها بالماء والصابون. أخرج البالونات وجففها على منشفة. كن حريصا في هذه المرحلة، يبدو ذلك جيدا. اضغط على البالونات معا، ستلتصق ببعضها البعض. نجح الأمر، البالونات ناعمة ولينة جدا. من يحتاج إلى الألعاب الفاخرة؟ من أين أتت بتلك اللعبة؟ إنها تبدو جيدة، على الأقل لدي سياراتي. حسناً، أشعر أنني سأكون محظوظا مجددا في هذا. انتظر، توقف، سنفتحها معا. 3، 2، 1. أجل، أحد أطعمتي المفضلة، الحليب والبسكويت، يبدو لذيذا جدا. لا أصدق أنك سبقتني هكذا، لقد أردت فتحهما معا. حسناً، لا يهم، مستحيل، حصلت على حلوى وشراب أيضاً، الماكرونز والعصير، هذا منور للغاية. من يود ألوان حلوى بقوس قزح؟ بسكويت بالشوكولاتة وحليب أبيض. رباه، لقد ألمتني، لقد انزعجت كثيراً من إهانة بسكويتي وقد أفقد وعيي. لدي سر لك، يبدو بسكويتك مريعاً. سأنال منك الآن، ما رأيك في تلك الحركة؟ ها، قد فعلتها. حسناً، جربي هذه إذن. أتقصد هذه الحركة التي تظنها مبهرة؟ سهلة جداً، حان وقت حركتي الكبيرة إذن، خذي هذا. حقاً، تلك حركتك الكبيرة؟ حسناً، لا يهم، لن أضيع حركاتي معك. انتظري لحظة، البسكويت، أجل، هكذا سأفوز. أنت انظري إلى هنا. لا يهم، معي بسكويت ماكرون هنا. حسناً، إذن كل الكريمة على جانب واحد، رائع، انقسام بسكويت مثالي. هذا كل ما في الأمر، تلك حركتك الكبيرة، سهلة بشكل لا يصدق. كلا، لقد انكسرت الماكرون في يدي. كانت الماكرون ضعيفة جداً أمام حركتي الفائقة. كلا، يمكنني فعلها، شاهد. لدي المزيد منها وسأجربها. كلا، إنها تنكسر. هذا ما تستحقينه، لقد أخبرتك أنك لن تتمكني من فعلها. والآن حان وقت جائزتي، حان وقت غمس البسكويت في الحليب، لذيذ للغاية، يظل المفضل لدي. أجل، هذا بسكويت وحليب رائع. حسناً، أراهنك أن بسكويتي ما زال لذيذاً. أظن أنه لا يوجد ما أفعله سوى أن أجربها. إنها تتساقط بسبب السوائل، هذا غير عادل. أين هي؟ أنت هنا، هذه لك. أين هي؟ أوه، لما هذا الشيء؟ لا أريده، حضرت واحدا لي. حسناً، احرصي على التقاط صورة للجانب الجميل. هل هذه الإضاءة جيدة؟ بالطبع، سأرفع الأوزان. أوه، أشعر باحتراق عضلاتي، تبدين جميلة. هذا كاف، حان الوقت لبعض العمل. حقا، يا له من عمل شاق. أوه، هذا جميل، يكفي. حسنا، توقفي، هذا كثير،
يا له من تمرين. تفضلي هاتفك. هل أنت جادة؟ أبدو فظيعة. كيف فعلت هذا؟ ما هذه الفوضى؟ سأبدأ العمل. أنا جاهزة. كيف وصل إلى هنا؟ أنا كسولة جداً، لكن لدي فكرة رائعة. إن علقت الجينز فوق الباب وأغلقت الباب هكذا ثم وضعت عصا المكنسة في حلقات الحزام فسيكون مثالياً لتمارين السحب. الألم مؤقت فقط. واو، هذا رائع. انظروا للنتيجة. حصلت على جهاز اللياقة. سأضع الكرسيين هكذا. هذا أقوى بكثير. واو، ربما يمكنني استخدام قطعة القماش هذا. يمكن تخطي تمرين الساقين. سأشعر بذلك غدا. والأرضية نظيفة. هذا تمرين مناسب. هذه أفضل حفلة عيد ميلاد. حان دور هديتي. عيد ميلاد سعيد. واو، ليه؟ كم هذا حماسي. ستعجبك. إنها مقرفة. خدعتك. أنت خائفة جدا. لماذا فعلت ذلك؟ عودي. ابعده عني. لكنني أحضرت لك. اتركني لوحدي. هذه الحشرة فروية. انظري. ابتعد. أنا أكره العناكب. لا تقترب مني. ألهمني هذا البالون بفكرة. راقبيني. لماذا فعلت ذلك؟ هذا رائع. صحيح، سأكرر فعل ذلك. بالوناتي، أنت تفسد حفلتي. أبي. يا ويلي من أبي، سأهرب. إنه لئيم. عزيزتي، هل أنت بخير؟ ما المشكلة؟ أخبريني. فقع كريس كل بالوناتي. لدي حل لهذه المشكلة. خذي هذه اللعبة. هلا يا أبي، أريد بالونات. كانت فكرة غبية. ماذا عن هذا؟ لا أريدها. هذه مشكلة عويصة. خطرت لي فكرة، قد تنجح. سأقص شقا في البالون ثم سأضع بالونا آخر داخلها. سأحضر قمعا وأملأ البالون الداخلي بجليتر. أوه، النجوم اللامعة. كل ما بقي هو إضافة الماء. من الجيد لأن لدي هذا القمع. بعد ملء البالون سأربط عنقه بشريط زينة وأعصر. يا صغيرتي، صنع لك والدك مفاجأة. ما هي؟ هذا رأي يا أبي، لقد أعجبتني. شكراً. على الرحب والسعة، أنقذ الأب الخارق اليوم مرة أخرى. أين كريس المشاغب؟ أريد بالوناً مثله. لحظة، ممنوع إدخال الطعام. حسناً، سنرى. توقفي، ماذا تحملين في يدك؟ هو أتعني هذا؟ إنه حلوى. ممنوع. إنه شيء بسيط. ما رأيك الآن؟ انظر إلى كل هذا المال. نقود كثيرة وكلها لك. لي؟ حقا؟ لا، أنت مزعج جدا. جيد، لقد ذهبت. أوه، رسالة. أكاد لا أصدق أنه منعني من الدخول. أوه، سأنتهز الفرصة. أوه، قفي عندك. أو لا، لكن لو أنا أكاد أدخل. لن أسمح لك بالدخول. حسناً، ما الفائدة؟ أو لحظة، لدي فكرة. أنت مرة أخرى تعرفين القواعد. أحضرت لك هذا. لي أنا؟ شكراً جزيلاً، تفضلي بالدخول. نعم، نجحت. فكرة ذكية جدا، أليس كذلك؟ أوه، حلوة. أحب هذا العمل.
مرحبا، يا له من عقد جميل. واو، أليس كذلك؟ إنه عقد خاص، انظري إلى هذا، كما أن طعمه طيب. هل أستطيع أن أتذوقه؟ طبعا، تفضلي. لذيذ جدا. وشمعة، ينبغي أن يجعلها هذا سعيدة. لا أصدق أنني أفعل ذلك. كعكة عيد ميلادي، فأتمنى أمنية. عيد ميلاد سعيد، بلا بلا بلا، ورق ملون. لفتة لطيفة، هذا ما أعتقد. حسناً، لقد انتهيت من دوري هنا. تلك الأمور التي أضطر لفعلها. سخيفة جداً، لا تشبه الأيام الخوالي. حسناً، لنرى ماذا لدينا هنا. يبدو لا بأس بها حتى الآن، لكن لدي شعور ما. ربما لو فتحتها. لنرى ماذا هنا. ماذا؟ دمية دب. إنه رقيق نوعا ما، وهذا يدفعني إلى الجنون. هل هذه لي؟ فتحت هديتي، أنت شرير جدا. كم هو ناعم وجميل، أخيرا لدي صديق. ما هذا؟ إنه ليس لي. لديك رموش مذهلة. انتظر، يا له من عيد ميلاد سعيد. يبدو ذلك رائعا. والآن على الناحية الأخرى، يا له من اختلاف. مرحا، إنه وقت الفسحة، أنا جائعة. حسنا، تفضلي. هذا فقط؟ هل هذا غدائي؟ أجل، هيا انصرفي. المعذرة المعذرة، أنا هنا لأخذ طعامي. هل تجاوزت الطابور بكل وقاحة؟ لا يهم، ليست مشكلتي. هوف، حسنا، إنه دوري، أريد طعامي. ابتعدي عن الطريق، أريد غدائي بسرعة، ليس لدي وقت. كيف يسمح له بتجاوز الطابور؟ حسناً، إنه دوري هذه المرة، املأي طبقي. المعذرة، سأخذ هذا الطبق، شكراً. وسأخذ إحدى هذه الشطائر أيضاً. من هذه الفتاة؟ لا أظن أنها تعمل هنا. أوه، لقد نفذ الطعام. لابد أنك تمزحين معي، سأخذ هذه الشطيرة. أهلاً، صديقتي تنتظرني في الرواق. أنا سعيدة لأنك قدمت لرؤيتي وأحضرت حلوياتي لي. لحظة، انتظري، لا تدعي أي أحد يراك. أحضرت لك مصاصات كثيرة، أعرف مدى عشقك للحلويات. أنت أفضل صديقة، شكراً جزيلاً. تباً، كيف ستتجاوز الطبيب؟ لابد أن هناك حيلة. إن حاولت المرور، فسيرى الحلويات بالتأكيد، ثم سيصرخ علي مجدداً. ماذا عن الزحف تحت مكتبه؟ لا، لن تنطلي عليه هذه الحيلة. ماذا عن التظاهر بالحمل؟ صحيح، معه هذا الجهاز الكاشف، سيكشفني. كيت، أخبرتك مراراً وتكراراً أن الأكل ممنوع. ثم سيصرخ علي مجدداً، أكره صراخه. إنه يصرخ علي في مخيلتي أيضاً. حان وقت اتخاذ إجراءاتي الصارمة. سأضع الحلويات في بنطالي. لن يبحث بنطالي بحثاً عن الحلويات. اهدئي، تصرفي بعفوية، لا تثيري ريبته. لا، سقطت الحلويات من طرف البنطال. مهلاً، خاطرت لي فكرة أفضل. سأغرس المصاصات في فتحات الشبشب. توقفي يا كيت، يجب أن أفتشك. يمكنك العودة إلى غرفتك، إنها مريضة غريبة للغاية.
عدت لغرفتي أخيرا. نجحت خطتي، أدخلت كل حلوياتي. أظن أني سآكلك أولا. أشعر بتحسن كبير، ومعي مخزون سيكفيني لأيام. كيف سأخفي كل هذه الحلويات؟ لن تكفيها جيوبي، لن أتجاوز الأمن. كلا، سأهلك لا محالة. إلا إذا نسيت أمر هذين الجيبين. أوف، توقف، هل معك أكل؟ دعني أتحقق منك. ها، ما هذا؟ بنطال منفوخ؟ طيب، سعيدة؟ كشفتني. ماذا سأفعل الآن؟ مهلاً، قد تكون هذه الإجابة. أحضر وعاءً متوسط الحجم واملأه بحلويات، ثم ضعه تحت بنطالك. توقف، دعني أفتشك. لا شيء. شكراً. يا للهول، لا يمكن أن أنسى هذا المظهر. مرحى، نجحت. يا لها من نهاية سعيدة. ماذا؟ يا إلهي، لنذهب إليه. أهلا، من يريد شوكولاتة؟ هذه أفضل ليلة في حياتي. آمل أن نحصل على شيء جيد. صندوق غامض، ماذا يوجد داخله؟ هذا حماسي. لنلعب حجر ورقة نقاط. موافق. رائع، ربحت. حسناً، افتحيه. لا أستطيع رؤيتها. لا ترمينها علي. انظر. واو، ما هذا الشيء؟ راقبني، أحتاج إلى ورقة وقلم. سأضع القلم هنا وانطلقي يا سلحفاة. رسمها مثالي. أجل، لا أستطيع التوقف عن مشاهدته. أريد تجربتها. بكل سرور، ستكون تجربة عجيبة. حانت اللحظة. أشعر بالدوار، إنها لا تتوقف أبداً. ألا يكفي هذا القدر؟ ماذا تفعل؟ يجب أن أواصل، أحتاج المزيد. إنها آثرة. خذي هذه الرسمة. كريس، توقف. أنا لست لوحة، لا يمكنك تعليق الرسمات علي. يا للهول، هل فعلت ذلك؟ المعذرة، لست المسؤول، بل السلحفاة. بدائي يا حارسة. تفضلي. شكراً، استمتعي بحمامك. كأني في حظيرة. لا خيار أمامي، صحيح؟ حسناً. أنتم، أين المنشفة؟ حسناً، هذه سخافة. هذه الحقيبة مصنوعة من أجود أنواع الذهب والفضة، ولعبة سامبل دامبل الأكثر تميزاً. هذا رائع جداً. أعرف أنك تشعرين بالغيرة، هذا يمنحني شعوراً جيداً. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. يبدو ممتعاً حقاً. لم تري شيئاً بعد. انظري ماذا سيحدث حين أضيف الجليتر. سأضعها في التجاويف. ينبغي أن يكون ذلك كافياً. والآن سأرفعها. هذا مذهل.
علي أن أخذ هذه إلى كل مكان أذهب إليه. هل تشاهدين هذا؟ افعلي ذلك مجدداً. ها نحن ذا. اللون الفضي لوني الثاني المفضل بعد الذهبي. مرة أخرى، هذه أفضل متعة. لدي غرفة خاصة للجليتر في المنزل. إنها محظوظة جداً. ما هذا؟ ربما يمكنني استخدام قطعة الورق هذه لإضفاء بعض المتعة. ضع ورقة على سطح مسطح. خذ بكرة شريط لاصق وتتبع هيئتها بقلم الرصاص. ارفع الشريط اللاصق واستخدم قلما لرسم رمز تعبيري. تذكر إضافة التفاصيل والألوان. قص الدائرة بحرص عن الورقة. احدث شقا في الورقة من الأعلى ثم اطوي طرفا على الآخر حتى تصبح الورقة بارزة، ثم ثبتها بالشريط اللاصق. اصنع رقم 8 بالورق وقص دواخله، ثم ثبت الرموز التعبيرية فوقه. ضع رقم 8 فوقها وثبتها بشريط لاصق. أصبحت لدي لعبة سامبل دم الخاصة بي وهي تعمل بكفاءة. سعيد؟ حزين؟ يا لها من فكرة رائعة. كيف أبدو؟ مضحكة؟ يعجبني ذلك. واو، هذا الصندوق براق. لنفتحه معانا؟ أجل. مستحيل، أنا أعشق اليونيكورن، إنه لي. كلا يا كراس، انظر هناك. لا أرى أي شيء. هل هذا كل ما تبقى؟ ماذا؟ لا أعرف ما تتحدث عنه. أظن أنها من نصيبي. كم هذا ممتع. من أين جاءت؟ هذا مذهل. لا 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 لا، فاروق نعم. أريدها. ربما يمكن لليونيكورن فعل نفس الشيء. هذا ممل. لحظة، خطرت لي فكرة. سأبدأ بوعاء يحتوي على كرات تمتص الماء. سأسكب بعض الماء وأترك الكرات تنقع في الماء. الخطوة التالية هي إحضار عبوة صودا فارغة واستخدام قمع لسكب الكرات فيها. سأضع بالونا منفوخا على فوهة العبوة. سأقلب العبوة حتى تسقط الكرات داخل البالون. سأفرغ البالون من الهواء وأربطه بإحكام، وحصلت على كرة سلايم قابلة للعصر. واو، كان ذلك سهلا وأمتع اللعب بها. لا أستطيع التوقف. واو، لنعصرهما معا. خذ هذا. جيد، أشعر بالدهون تحترق. مرحبا. أهلا، لم أرك هنا. هذه بنتي، أريدك أن تدربها، اتفقنا؟ حسنا. مرحبا. ماذا أفعل؟ يا له من يوم شاق، أحتاج لتدليل نفسي. هذا الفريق ماهر. إنه ساخن جدا، لا أريده. هذا التدليك مريح. التمدد مهم قبل التمارين، يزيد المرونة. هذا التمرين سهل. تحدثي عن نفسك. هل سأحصل على عضلات بطني المقسمة؟ طبعاً، يمكن أن تشتريها لك أمك. أخبرتني أمي أنها ستشتري لي مهراً. هذا جيد. أشعر بالجوع من كل هذا التدريب. سنتحدث عن النظام الغذائي الصحي لاحقاً. تبدو أظافري مثالية الآن. هل حان الوقت؟ سأتحقق من حال أميرتي الصغيرة. كان تمريناً رائعاً. أجل، قد أحتاج سيارة إسعاف. شكراً على خدماتك، تستحق هذا المبلغ. حقاً؟ لنذهب يا ابنتي لشراء المهر. أنا مرهق. لم يحالفني الحظ في اليانصيب هذه المرة. هل حان الوقت؟ رائع، أنا متحمسة. هل تستطيعين رؤيتهم؟ حسناً، مستعدة. حجر ورقة مقص. رائع، إنه دوري. حسناً، حركوا المرفقين إلى اليسار، اليمين. غيرت الوضعية. مدي لليسار ثم اليمين. حركوا المرفق إلى الركبة. هيا، المرفق إلى الركبة. حسناً، حان دوري، لنتبادل. أحتاج إلى استراحة. لننتقل إلى القرفصاء. إنهم يقومون بالسكوات الآن. حقاً، أنا أكرهها. المسوا أصابع القدمين، مددوا أجسامكم. بسرعة، المسي أصابع قدميك. حسناً، شهيق. أحسنتم يا فريق. هذا كل شيء؟ انتهت الجلسة. بهذه السرعة، من الجيد أنها مجانية لنا. استعرضي عضلاتك. هذه
لذيدة يمكنني تناولها طوال اليوم. هذا شيء أيضا، إنها مثالية فحسب، تبدو لذيذة للغاية. ما هذا؟ كلا، أعطني هذا. أين ذهبت؟ لا يمكنك أكل الرمل. مهلا، تفضلي خذي هذا. شكرا أبي، كان ذلك شيكا للغاية. ما الموجود في جيبي؟ لدي فكرة. تدا، مرحبا بكم في مطبخ الأب. لدي خلاط والكثير من البسكويت. لنبدأ الطبخ. سأضع البسكويت في الخلاط وسأفرم. انظروا إلي، يا لها من رائحة. والآن سأسكبه على هذا الطبق. سي في هذا طبق كلاسيكي آخر من الأب. وداعا. ثاني، لدي شيء لأجلك. أعطني إياه. تفضلي. إنه يبدو كرمل تماما ويمكنني تناوله. يعجبني هذا. غرفة الطفل هذه رائعة. عزيزتي، اشتريت العربة الذهبية كما أردت بالضبط. لحظة، لن تدفعي العربة، هذا عمل السائق. جيد، سنقضي وقتا ممتعا. انتظري لحظة. شكرا عزيزي. هتحتاجين توصيلة؟ التدريب مهم للغاية. سأضعها هنا. لنذهب لشراء الآيس كريم. واو، عربة ذهبية، لم أرى مثلها في حياتي. لم أجلب أي عربة لطفلي. جرة ماء، حان وقت الإبداع. الحاجة أم الاختراع كما يقال. أليست رائعة؟ حان وقت اختبارها. سأضع الدمية بداخلها. سأغطيك باللحاف. كم هذا رائع. مرحبا، كيف أستطيع مساعدتك؟ كل هذه الملابس جميلة، إنها لامعة وبراقة. واو، إنها أنيقة. سأشتري هذا أو هذا. أشعر بالدوار فجأة. جيد، كرسي كبير مريح. يجب أن أرتاح قليلا. المكان حار جدا. هل تشعرين بالحر يا مدام؟ أتمنى لو كان الجو أبرد. أنت محقة. أشعر بتحسن طفيف. هذا وكل ما في المحل. حسناً، هذا كل ما لدينا. هل تريدين أي شيء آخر؟ هذا يكفي. سيغطي هذا المبلغ كل التكاليف. هذه النقود كثيرة. حسناً، إنه وقت المغادرة. وداعاً. واو، ما أجمل هذا الصباح. لا أصدق أني أخفقت هكذا. ضاع فطوري. لا يمكنني ارتداؤها. انقذوني. إنه مناسب نوعا ما. هناك بضاعة كثيرة في هذا المحل. هل تبحثين عن ملابس؟ ماذا عن هذا؟ طبعا، 5 دولارات. لا أظن ذلك. جربي قسم التخفيضات، فكرة جيدة. واو،
وسأشتري الكثير من هنا. كل هذه الملابس لي، هذا مشوق. هون، لم أرك هناك. احترسوا يا ناس، أنا قادمة. وداعاً. أشعر بالملل الشديد هذا اليوم، ولكن ربما يمكنني الهرب قليلاً. هذا المكان رائع، أنا ثري. انتظروا لحظة، ليس هذا ما فكرت فيه. هذه الجدران يغطيها الكثير من التراب. حسناً، هذا أفضل. ما الذي يحتاج إلى تنظيف؟ هناك شيء يشبه التأمل في غسيل الأطباق. على شخص ما أن يفعلها. رائع، حسناً. لماذا أتوقف الآن؟ هل تشعرون بالعطش يا رفاق؟ هذا يكفي. رائع، هل هذه لي؟ سأحاول ألا أنفقها كلها مرة واحدة. هذا مؤسف. هذا لنا فوز بالتأكيد. والآن حان وقت الحركة القاضية. كنت أفعلها. ها أنا ذا. سرعة إنترنت منخفضة. يا له من توقيت مريع. ربما يمكنني إصلاحه. لنرى، هل من أحد؟ مكالمة. حسناً. مرحباً. مرحباً، هل يمكنك إصلاح الإنترنت؟ أظن ذلك. أنت ذا. لقد عاد، حان وقت العودة للعب. مرحباً، ما زلت هنا. أجل، الفوز حليفي. حقيقياً، الورديات الليلية مرهقة. بقي الكثير من الوقت. سأغمض عيني قليلاً. حان وقت تنفيذ عملية الهرب. ستحصل السجينة على طعام. آمل أن تعجبها هذه الشوكولاتة. بخفة القطط. الحارسة غارقة في النوم. يبدو أنها ترى كابوساً. بحذر، كان ذلك وشيكاً. الساق الثانية. إلغاء الخطة. إلغاء. أين سأختبئ؟ يمكنني الاختباء هنا. إنه واسع في الواقع. ما الذي يحدث؟ أظن أني سمعت صوتاً. الفأر. سأعود لغفوتي. لقد دخلت. منذ متى وهذا الشيء هنا؟ وصلت للطرف الآخر. شبكة عنكبوت. هذا المكان متسخ. من هناك؟ هذه أنا. يا للهول. غابي، أنا آسفة. حضرت محملة بالهدايا. كلها لي. لنبدأ الوليمة. اشتقت للحلويات كثيرا. استمتعي بأكلها. هذا غريب، لماذا لم نحصل على أي طبق؟ لا أعرف السبب، لا شيء هنا. لحظة، لدي حل. واو، يبدو هذا الزي رائع عليك. واو. شكراً، من الجيد أني أحضرته معي. حان وقت البحث عن الكنز. لكن هذه خريطة العالم، كيف ستساعدنا؟ وجدتها، أعرف مكان الكنز. أحضرت الحبل، هل أنت مستعدة؟ سأزيل الحبل ثم أرميه. أمسكته، هيا ساعديني في سحبه. أوف، اسحبي بقوة، هيا. هوا. أوف، كانت مهمة شاقة. لنفتح الطبق ونرى ما يوجد داخله. لحظة، ماذا عني؟ ليس لدي أي طبق.
أوه حسناً، خذي، ارتحتي؟ هل تمزح معي؟ يلا وقاحتك. سأفتح طبقي. واو، حلوة جيلي على شكل بطيخ. ماذا؟ لا أصدق أنك حصلت عليها، تبدو شهية. أجل، سأبدأ أكلها. يا إلهي، إنها طيبة. جيد، آمل أن أحصل على واحدة مثلها. أوه، حصلت على المزيد من البطيخ، خاب ظني. طبقك ممل، أنا سعيد لأني لست في مكانك. قد سئمت من أكل البطيخ. مهلا، ربما يمكنني صنع شيء منه. حسنا، لدي بطيخ وسكين ووعاء. سأضع البطيخ المقطوع في الوعاء وأهرسه بالملعقة. هذا يكفي، سأسكبه في قوالب المثلجات. إلى جانب العصير سأضيف بعض قطع البطيخ، ثم سأضع عود آيس كريم. أوه، فهمت ما تحاولين صنعه هنا، فكرة ذكية. حسناً، المثلجات جاهزة الآن. حصلت على مثلجات بطيخ. أوه، تبدو لذيذة. حسناً، يمكنك الحصول على واحدة. تفضل، من حسن حظك أنني كريمة. أريد أن أدخل. ممنوع إدخال الحلوى. حسناً، أمسكي هذا. هذا ممل جداً. مرحباً. حقاً، قلت لكم ممنوع إدخال الحلوى. ممنوع. لا يهم، أمسكي. هل أنت سعيد الآن؟ لماذا أحمل غزل البنات؟ للمرة الأخيرة، ممنوع إدخال الحلوى. ليست لي. أو ماذا أفعل بها؟ ليس عندي حل لك. هذه معاملة غير عادلة. لدي فكرة. هذا الفرو ناعم جدا، هل أستطيع الدخول الآن؟ بالتأكيد، تفضلي. شكرا لك. أخيرا دخلت ومعي الحلوى. لذيذ وأنيق. يامي، كأني أكل غيمة. واو، ما هذا؟ لابد أن ألتقط بعض الصور. ها؟ مرحباً، صديقي، انظر لهذه الصور. ماذا؟ هذا ليس فروان. أنا غاضب جداً. كانت فكرة ذكية جداً. محاولة ظريفة، أعطني هذا من فضلك. ماذا؟ هذا؟ لست غبياً. أوه، مطاطي، يدغدغ الحلق أيضاً. هل أنت بخير؟ هذا ليس غزل بنات. أوبس، تفضلي، كأن شيئاً لم يحدث. استمتعي بوقتك. مقرف. توقف، الأكل ممنوع. ارفع ذراعيك، هيا. يا إلهي. أجل، يمكنك الدخول. هل يجب أن أرفع ذراعي أيضا؟ أو لا، الأكل ممنوع، ستكشفني على الفور. أو بقي لدي الكثير. أو شعرها يبدوان متشابهين، صحيح؟ هيا فكر بسرعة. طبعا، القصل الخضراء قادمة. يمكنك الدخول. أنا قادم. إن كان لديك طعام سأعثر عليه. اهدئي. نعم، لا يمكنك الأكل، هذه ليست مشكلة يا صاح. أنا هنا لأستمتع بوقتي، لا أن أتسلل بالأكل. أنا أطيع أوامرك، ليس لدي أكل. اسمحي لي بالدخول، سأحسن التصرف، سترين. ها؟ كان أداء رائعا، تفضل. أهلا، شعرك جميل يا صاح. حقا، طعمه أجمل. واو واو، طعمه رائع.
هل يمكنني؟ أوه، الأخضر نكهتي المفضلة. انظري، سأجعل الكرة تتحرك باستخدام قواي السحرية. واو، كيف فعلتي ذلك؟ خذيها، أريد القيام بالسحر أيضاً. إنها لا تتحرك، أظنها معطلة. سأخبرك سراً، جربي هذا. هيا بنا، إنها تتحرك. هل أنت من تفعلين ذلك؟ أوه لا، احترسي، انحني. واو، كاد تضربني. لا يمكنني اللعب بها الآن، لقد ذهبت. لا بأس، لا تحزني، سأحل المشكلة. سنقص ورقة ونعطيها هذا الشكل، ثم نطويها بشكل مكعب. سأستخدم شريطا لاصقا لتثبيته، ثم سأصنع مكعبا آخر وألصقهما معا. وأطوي المكعبين معا وأضع الشريط اللاصق على الجانب الآخر لصنع مفصل. سأكرر العملية 3 مرات باستخدام أوراق بألوان مختلفة، ثم أرتب المكعبات جميعا بشكل مستطيل طويل وأبدأ بلصقها معا. ثم سأطوي المكعب وأضع الشريط اللاصق على الجانب الآخر، وعند انتهاء سألصق الإيموجي على كل وجوه المكعبات. يمكنكم اختيار الوجوه المفضلة لديكم. انظري. لا أدري ما هذا. هذا ممتع فعلا. رائع، أنت صنعت هذا؟ أجل، واو. أوه. ها، ما هذا؟ سحر؟ هذا ظلم، أريد الذهاب إلى الحفلة لكن لا أستطيع. يجب أن أنظف الغرفة، سيستغرق تنظيفها دهرا. من الأفضل أن أبدأ. كيف أصبحت بهذه الفوضى؟ أشعر بحزن شديد. مرحبا، كيف حال طفلتي العزيزة؟ إنها تعمل بجد. ما هذا؟ أو لا، حفلة الليلة؟ خطرت لي فكرة. أوف، هذا متعب. لقد وصلت ومعي فرح. عيناي، أنا العرابة الجنية. أنا هنا لتحقيق أمنياتك. توقفي عن التنظيف واذهبي إلى الحفلة. حقا، شكرا شكرا. وداعا. أوه، انطلت عليها الخدعة. سأخلع الشعر المستعار، يجب أن أبدأ التنظيف. أمل أن تستمتع بوقتها. هذه الغرفة فوضوية. هذه الحفلة رائعة، أحب هذه الأغنية. ماذا يحدث هنا؟ غادر المنزل، انتهت الحفلة. أوه، ها؟ كيف تجرأتي؟ تبدو الغرفة مثل مزبلة. أو آتفة، سأذهب للتسوق. وداعا. ماذا؟ ما كل هذه الفوضى؟ أنا ثرية، لن أنظفها. هلو، أجل، أحتاج عميل نظافة. أنا روبوت التنظيف. وصلت أخيراً، نظف هذه الغرفة. حسناً، تشغيل برنامج التنظيف السريع. اكتمل التنظيف، حان وقت الراحة. عظيم، هذه الخدمة ممتازة. المزيد، هذه الخدمة غالية، خذها كلها. وداعاً. هل أفتح طبقي أولاً؟ حسناً، انتظر، خطرت لي فكرة. لنتبادل الطبقين. أجل، فكرة رائعة. سأرى ما حصلت عليه. أوه، إنه بطيخ. أنا سعيد لحصولي عليه. جيد، سأرى ما حصلت عليه. ها؟ ما هذا؟ حصلت على قشرة بطيخ فارغة؟ إنها فارغة تماماً. ما أفضل طريقة لأكله؟ بفمي، بيدي؟ أتمنى لو أن معي ملعقة. لا أصدق أنه حصل على كل هذا البطيخ وأنا حصلت على لا شيء. أو لحظة، خطرت لي فكرة عبقرية. حان وقت تنفيذ فكرتي. كنت أعلم أن هذا السلايم سيثيرني. حسناً، سأسكبه داخل القشرة مباشرة. هكذا، سأسكب كل السلايم. عظيم، سأضيف بعض البذور حتى يبدو مثل بطيخ حقيقي. وأخيراً، سأبدل الطبقين. انتهيت، ولم ينتبه لأي شيء. أخيراً، حان وقت تناول البطيخ المنعش. مهلاً، ما هذا الشيء؟ ليس بطيخاً، بل سلايم. أوه، هذا مخيب للأمال.
لكن البطيخ على طبقي حقيقي وحلو. ماذا عن هذا؟ هو أنا وحش السلايم. قد أخذتني، أنت سخيف. خذ، يمكننا تقاسم هذا البطيخ. أوه شكراً. أتمنى أن تنجح الحيلة. هيا بنا. تريسو، من الأفضل أن أبدو محترفة. مرحبا، أنا هنا للزيارة. حسنا، لكنك تعرف القواعد. مستحضرات التجميل ممنوعة. أجل، أعلم ذلك. حسنا، ما هذا؟ أخبرني. إنها مصاصات مثلجة. حقا، تبدو لذيذة. هل يمكنني أخذ واحدة؟ بالتأكيد، تفضلي. أشكرك، إنها لذيذة جدا. هل تريدين البقية؟ هل يمكنني أخذ هذه الياني؟ أجل، إنها مزعجة بعض الشيء. نجحت، مرحبا. انظري ماذا أحضرت لك. مصاصة مثلجة لذيذة. لا تأكليها، انظري بداخلها. أظافر. هذا أفضل من المصاصات المثلجة. أردت المساعدة فحسب. هذا اللون رائع، إنه يناسبني تماماً. ها، كلها لي. طبعاً يا آنسة. ماذا أنت بارعة فيها؟ نعم، أقضي كل وقتي هنا. آسفة. انطلقي. حسناً. واو، نعم. لنرى ما لديك. إنه وقت الفيلم. لا يوجد أي شيء يمكنني فعله هنا. واو. لي. ليس مجددا. نعم. أنت أوقف في هذا الإزعاج. حسناً. أفضل من لا شيء. وصلتني رسالة. إنه جيك، وقد اشترى لي حلويات كثيرة. حلويات؟ لا أستطيع الانتظار، أنا متشوقة لأكلها. يبدو هذا الكسر خطيراً. قف مكانك، يمنع إدخال الوجبات الخفيفة. لا يسمح سوى بالأطعمة الصحية. طيب، من حسن حظي أن لدي خطة بديلة. سأحتاج سلة الفواكه هذه لتنفيذها. نفذت كلامك واستبدلت تصبيرات صحية بالحلويات المضرة. طيب، دعني أتفحص هذه السلة. ستساعدني سماعة الحلوى. سماعة؟ لم أعلم بوجود هذا الشيء. سأجري المزيد من الفحص. إنه يضيع وقته. لن يعثر على أي شيء. يمكنك الدخول. لم أعثر على أي شيء مخالف. هل تعمل هذه السماعة أصلاً؟ ما كان يجب علي فعل ذلك. أهلا يا جين، أحضرت وجبة خفيفة لك. المزيد من الفواكه؟ لدي الكثير منها. جين، سترغبين في تناول هذه الفواكه صدقيني. جيك، سئمت من تناول الفواكه. أجل، لكن فاكهتي مميزة، انظري. أجل، إنها مليئة بالحلويات. انتظري حتى تري البقية، مثل ثمرتي الأناناس هاتين. أعرف أنك تعشقين الحلوى الهلامية كثيرا. نعم، تذكرت أنها حلوهي المفضلة. لا أعرف من أين أبدأ. عظيم، التفاحة مع المارشميلو. هذه أفضل سلة فواكه في العالم. أنا معك دائما، هذا ما يفعله الأصدقاء لبعض. شكرا يا جيك، هذا أسعد يوم في حياتي. لا
شيء أروع من قضاء يوم استرخاء على الشاطئ، تجلس في أشعة الشمس وتكتسب سمرة. أهناك شيء بالأسفل؟ حسناً، أصبح هذا غريباً. ما هذا؟ هذا مثير نوعاً ما. يبدو أنني وجدت التوأم روحي. أو لا، إنه يصادر الهواتف. يجب أن أفكر بسرعة. كيف يمكنني التسلل به؟ هذا الشاب عديم الفائدة. ما أجملك يا سمكتي. حقاً؟ وجدتها. حان وقت التنفيذ. كريس، هل تتحدثين إلي؟ هل يمكنني؟ مستحيل. أرجوك. يجب أن تدفع الثمن. مقزز لكن موافقة. أنا متشوق لهذه اللحظة. خذ، قبلها. إنها طرية. كان ذلك مذهلاً. خذ السمكة. حان وقت الخدعة. من الجيد أني لم أكن شطيرتي بعد. سأستخدم هذا الكيس البلاستيكي. سأغلقه بإحكام. حان دور الخطوة الأخيرة. رائع. مرحبا. أعشق السمكة الذهبية. تفضلي يا آني. حان وقت غمس يدي. اعذريني يا سمكة. ولم يتبلل بفضل الكيس. يا له من رسم جميل. كم أحب الجليتر، فهو لامع وبراق. لنفعلها مجددا. سينتشر في كل مكان. هكذا. ما الذي؟ واو، الكثير من الجليتر. لقد أوحى لي بفكرة. مرحبا، هل من أحد هنا؟ أظن أنه شاغر. لم أتوقع. أحتاج لفة ورق تواليت، لكن الرائحة لا تطاق. وأخيرا، يا لها من رائحة. ماذا يأكل كيفن؟ لا تنشغلوا بي، لست سوى نبتة. لا شيء مريب هنا. حسناً، أظن أني حصلت على كل اللوازم. ماذا تفعلين؟ سترين، غلفت لفة الورق ببطاقة تغليف، ثم رسمت على البطاقة بهذا الشكل. ولاحقاً، وضعت البالون داخل الأنبوب. فسحبت قاعدة البالون إلى الأسفل للتأكد من إغلاقه بإحكام. فاستخدمت قلماً لرسم وجه على البالون. ثم أضفت بعض الورق حول الحاشية لصنع المخالب. والآن، حصلنا على لعبة ضغط. انظري. واو، لنلعب معاً. لا، نفذت المناديل. حسناً، سيكون هذا مؤلماً. أجل، حان الوقت لتحدي جديد. لما لا تفتحين حصتك أولاً هذه المرة؟ لما لا تبدأ أولاً؟ حقاً، رباه، أود ذلك كثيراً. مستحيل مستحيل مستحيل. أترين هذا؟ إنها كيكة كاملة مغطاة بقطع البسكويت وقطع دونت كاملة. أليست مذهلة؟ أتدرين؟ أنا مستعد للأكل. رائع، أظنها أفضل ما أكلت في حياتي. هجل، تبدو لذيذة حتى من بعيد. لا يمكنني التوقف عن الأكل. يلا الهول، لقد أكلتها كاملة في مرة واحدة. ولكن حان وقت فتح حصتي الآن. رائع، لقد حصلت على كيكة أيضا. عليها دونت وحلوى بالأعلى. إنها بمثابة جنة رائعة من الحلوى. أراهن أنها ستكون لذيذة مثل كيكته. ستستغرق وقتا طويلا بهذه الملعقة. أظنني سأساعدها. سأخذ قطعة من المنتصف دون أن تنتبه. ها نحن ذا. رائع، تبدو لذيذة. لم تلحظ أنني أخذت هذا. إلى معدتي. حان وقت قدمة أخرى. ما هذا؟ هناك فجوة كبيرة ناقصة. وأراهن أنني أعرف من المسؤول. ماذا تظن أنك تفعل؟ ماذا؟ أنا أسرق كيكتك؟ كلا. حسناً، لا يهم، سأجرب واحدة من هذه الإضافات. أحب المارشميلو بالفعل. حلو جداً. سأخذ القليل من الأعلى.
هيا أجل، هيا إلى فمي. ها؟ ما تلك الضوضاء؟ لا يمكنني تصديق هذا، أكلت حوالي نصف كيكتي بالفعل. ها؟ ماذا؟ أنا؟ بالطبع لم يكن أنا، ما كنت سأفعل ذلك أبداً، أقسم لك. أتقسم؟ أسنانك تشير إلى قصة مختلفة. ماذا؟ ماذا تعنين؟ خذ هذا، ألقي نظرة يا سارق الكيكة. ها؟ أترى؟ أخبرتك.